السلام عليكم اختي جيني سويتشي، بارك الله فيك. لين مكان جاي؟ اذاك سويتشي سكري. شوف اذا جيني تحرك، تحرك يا ايها الجن باذن الله. هذا قبل شوي خليك بعد. شوف اخواني، الجن ما يخرج بالقران، بس يخرج يمي. رب العالمين ارحم الراحمين، ما يخفي الجن، بس انا ما عندي ضمير مع الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ اذا لزم اختي وراها. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمن. هذه إشارة. شوف الجن يقول أتحدى ما أخرج. هذا إذا جني سويتش أتحداك يعني الشيخ علي. شوف هذا ابني سويتش، هذا الأمي. شوف هسا هذا أختي، مرأة منقبة ممتدينة وحافظ القرآن قسم الآيات. ليش الجن ما يخرج بالقرآن؟ القرآن كلام رب العالمين شفاء 100%، ولا ما يخرج الجن بالقرآن، يخرج بالضرب. هذا اجتهاد مالتي جديد إخواني، لأن أنا ما عندي ضمير، ما عندي إنسانية مع الجن، ولكن رب العالمين أرحم الراحمين. استاذ اختي شوف هسه بنتي اختي. طيب قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولد. هذا اشاره يقول اني اخرج. هذا مره يقول اخرج، التزم بكلامه. هسه استاذ ودوا لهذه الغرفه بارك الله فيكم. ابني ودوا لهذه الغرفه. استاذ اروح لهذه الغرفه بارك الله فيكم. اختي سلام عليكم. السلام. بارك الله فيك. إيه تعال ابني سوي شيء بايدك. اذا اساسا مشتغل الحمد لله. ايدك سوي شيء. شوف اخواني اذا جنب جسم اختي باقي يتحرك. الا شوف ايدين ماما. شوف اذا جنب باقي يتحرك الجن، اذا ما باقي ما يتحرك. شوف ارفع ايدك تبارك الله حتى يشوف ماما. شوف وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. خلي صلي على النبي. اختي هسه شو صرتي؟ مبروك لك مرة ثانية. شوف إذا جن تقرأ القرآن يأذي. شوف وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني. إخواني راح الجن، وهذا فضل من الله وبارك الله فيكم. خلي جماعة نصلي على النبي. اللهم صلي على محمد. أختي فرحانة بأي مكان جاي؟ على رأسي. أنت أختي وين تعيشون؟ الله أكبر. أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.